السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات حمام حول العالم، اللي كل مرة بنجمع بنعمل تجميع من الفيديوهات لنوع معين من الحمام، وبنتكلم عليه مع بعض، نتفرج على المستويات ونشوف التقليب العالي. والحمام ده يا جماعة حمام عالي جدا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن الحمام النفاخ بكل أنواعه. النفاخ أبو دقة، والنفاخ النرويجي، والنفاخ الأسباني، وجميع أنواع النفاخ. الفيديو ده شامل جميع أنواع النفاخ في العالم وأحلى المستويات. يا رب ينول إعجابكم. وزي ما قلت لكم يا جماعة، والله بنتعب في الفيديوهات دي جدا، يا ريت تشجعونا بلايك وبتعليق، وربنا يجازيكم خير. ولو اي حد يا جماعة من المتابعين حابب يعرف نعمل له فيديو عن حمام، عن نوع حمام معين، فاحنا تحت امره، يطلب منا في تعليق النوع اللي هو عايزه، واحنا نعمل له الفيديو اللي هو عايزه. وفي نصيحة برضو يا جماعة بقولها للناس، يا ريت يا جماعة ما حد يشتري حمام من على النت الا اذا كان صاحبه متصور معاه، لان في ناس بتنصب مش حمامها وبتعرضه للبيع. يعني ما بتشتري من واحد من حمام، تطلب منه فيديو وتكون هو متصور مع الحمام في الفيديو ده، لان في الناس بتجيب صور وفيديوهات من على النت وبتنصب بها على الناس وبيحول لهم فلوس، ويطلع الموضوع كله نصب في نصب. يعني انا بكون بعرض حمام بطلع معاه فيديو عشان الناس تعرف ان هو حمام، لكن الفيديوهات اللي انا بعرضها ده يا جماعه للمعرفه فقط والعلم والتعليم، يعني فهي فيديوهات من على النت. لان في واحد بيقول لي انت جايب حمام مش بتاعك وبتعرضه ومش بتعرضه، يعني مش عارف ايه، وتتباع بالحمام. انا مش هتباع بشوية ريش وتروح بين ايدين الله. انا بجيب الفيديوهات ده يا جماعة للتعليم فقط. يعني الحمام ده من على النت، موش عندي، واي حد هيشوفه هيعرف ان هو من على النت. في ناس بقى ولا على قدها بتتباع بالحمام وجايب حمام مش بتاعك ومش عارف ايه. هو الحمام الغرض منه التعليم، وان احنا بنعرف الناس المستويات، ونجمع الناس حمام كذا نوع وكذا لون، ومن احلى المستويات في العالم. وده للتعليم فقط والمعرفه، ليس الا ولا انا ما بكتب اقول عليه للبيع ولا بقول حاجه، ده حمام للتعليم، ولا بقول ده حمامي. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لنا تعليق، تشجعونا يا جماعه، واللي مش مشترك يشترك معانا، واللايك يا جماعة مهم جدا. ربنا يجازيكم خير. وأترككم مع الفيديو يا جماعة، تستمتعوا بالفيديو الجميل ده اللي فيه كل الألوان وكل أنواع الحمام النفاخ. يا رب ينول إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.